فكرة فيديو النهاردة زي ما انتم شايفين تحدي الحار ضد الحار. فكرة التحدي بقى تمشي ازاي؟ ان انت بينزل لك حاجات حارة وانا انا نسيت انك كان قصدي حار ان انا مش عايز اخد الحار. فكره التحدي ان هينزل قدامنا انا حاجات حاره جدا وهي المفروض تكملها، لو كملتها بتكسب الجوله، لو ما قدرتش عليها بتخسر الجوله وما بتاخدش بوينت. اما انا بقى بينزل لي حاجات حمرا وهقدر عليها كده كده طبعا احنا عارفين ده. لابسه خاتم زي بتقلبين يا جماعه، الشله كلها بدات تخطب ولا كان نفسي اقول لكم لا تجرجس دلوقتي للاسف. احنا قلنا نخلي القعده رجاله بس. نخش بالجوله الاولى. طبعا نسيت اقول لكم ان انتوا قبل ما تبتدوا التحدي ما تنساش ان انت تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان احنا قربنا نوصل 9 مليون. ده اندومي ومفيش شوك. جبنا الشوكه. ايوه خدي الشوكه. ايوه انت عارف ان اندومي اصلا اكله اندونيسيه؟ اندونيسيه مهلبيه. انا بحب الاندومي. ده انا هاكله اندومي 24 ساعه. ايوه مش بمزاجه يا ماما. تعالى تعالى جنبينا، تعالى كنا لسه والله بندور عليك على الدبله. لا مؤاخذه صح، مش كفايه ان هو واخد بنتنا؟ تعالى ايوه وريهم الدبله. اتكلم ايدك رساله دبله ثاني اجنح. اول مره كده لسه يظهر بالدبله. وريهم ايدك رساله دبله. ايوه مش بمزاجي. مش بمزاجي. ليه؟ عشان انا ما بتعرفش تعمل غير. ايوه لا والله بعرف اعمل اكل والله. الكسفه اللي انت فيها يا حازم كفايه ان هي وقفت عليه. ده واخد بنتين. بقول لك ايه يوسف بفتي وانا بحبه بصراحه. انت اللي طلعت خسران. شوف بصراحه داخل بنت بصله وقشرتها ما ينوبوا ايه زفرتها الا صنانتها. يا دي قرون فلفل متحمر. اوكي ايه قرون فلفل متحمر؟ يا واد ليه فلفل متحمر؟ يعني متعدى. فايه بقى؟ طب ايه؟ طب ايه بالراحه؟ خلاص خلاص هم اربعه والله العظيم كفايه. انا مش شطشطه بس مش للدرجه دي. شطشط شطشط انا حارق يا خلاص. رجوله فاضل اثنين. فاضل اثنين ليه؟ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته. نخش بقى على المرحله الاهم. يوم اسود اللي يفكر يجي. خلاص 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 عشان الوضع خلاص كفايه خلاص. لا 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 مرخي. انا نفسي اعرف هيحط ايه عندك. بص ايه بص انا عايزك تبص. ايه ده دي دبله؟ شفت اللقطه. بص يا رامي اسمها بص يا رامي. هي اللي دخلت الفساد للشله. اول واحده غدرت وعملتها. تقدر تاكل ليمونه؟ تقدر تاكل 20 ليمونه؟ المعلقه من دي بيساوي 20 ليمونه. ده ايه ليمون مركز؟ بجد 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 هو عندها صعب بس انت اصعب. انت عارف ان انا بجد مناخيري هنا هتموتني. ايه ده افتكرته قطع صابون المواعين. انت دباح. مش لا لا محتاج لا. حد يحط له. هي مش واحد يكسب الجوله. هي ان شاء الله هتكسب على فكره. بس 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 موت موت بجد بجد. يعني انا اصلا مناخيري حرقاني. بقول لك ما تيجي ننسحب من الجوله كاننا احنا الاثنين كسبنا. برجوله؟ برجوله. لا بس انا ما بتفقش مع ناس مش رجاله. ما هي لسه حلقه شنبها النهارده فاعذروها. على فكره ما حلقتش شنبها. انت جابي؟ كله فطره شكلي تايه مش عندي. انا فاكره البتاع ده. ايه؟ لا بس يعني بص مش هو ذات نفسها ازاي؟ لا بس 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 كله بالورقه كله بالورقه. طب انا عندي سؤال يا جربوسه. هو المفروض بقلب؟ يعني المفروض نعمل كده؟ نعمل كده؟ بتقلبيها اهو. ايوه اهو هنعمل كده. يا غدار. لا بس انا شايف ان طعمه حلو كده. بص بقلبه اهو. بقلبه كده متقلب كويس ولا على فكره بص بص شكل مميت. تحس ان انت بتاكل اعضاء بني ادمين مخ بني ادم. بس والله هي ما قصدها صدقني ما قصدها. مش قصدها. حاسه انه هيطلع قصدي. لا 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 خلاص بجد بقى بجد خلاص انا هدوب. انت يعني شفتي شكله عامل زي ايه؟ مخ بني ادمين. وادي المخ اهو. استني ده مخ بجد. اقول لك على حاجه بقى؟ عشان اقد التحدي انا هدوب مش هاكل. انا جاست هدوب. هاكل هدوب. ايه ده؟ يعني السيدات اولا؟ ايوه ما انا سيدات. صح نسيت ان انت السيدات. ابدا. حط حته بقى من الكاندي دي هنا. يا ليه ليه ما تسيبها في بقك؟ انت بتعمل كده ليه؟ ما
تعيطش. اه تعيط. طب وحش؟ نيلة؟ قوي؟ تعيطش. صابوا المواعين. خلاص انا هرجع والله. بس قوم رجع. ثانية بقى ثانية. عشان انا ست دباحة. تمام؟ فعادي جدا هحط الشطة كمان عادي جدا برضو. هو مش ده اللي كانت منه حتة وقعدت تصرخ؟ فاحنا ايه؟ هناكل. ماشي؟ هي موتة ولا اتنين؟ اتكلي على الله. واحدة سينا كلها بقى. بصي وهتستودعي ربنا. اتكلي على الله بعد الشر يعني. يا جماعة عايز اقول لكم حاجة، اللي عايز يشوف ان انا بتموت لايف يعمل سبسكرايب. ادي اخرة اللي بيعلي. شوفوا ده حرق قوي. ده مصير الكومنتات اللي تيجي تقولي على فكرة انا اقدر اكل 30. بس على فكرة على فكرة انا قد التحدي وجبتها. ونخش بالجولة التانية طبعا زي ما انت شفتوا ان انا للأسف محدش فينا قدر وانا زوري. لا بس انت كسبتي يعني انت كاتي. بس انا بدأت اكحكح بعد الشطة. انا ما اكلتش اي حاجة عشان احنا نخش عركة مش عارف. ايوه يا سيدي الناس. ايوه مش بالاداء ده. انت طلعت مكانها وهي هتيجي تقعد مكانها. ليه؟ انت هتاكل شطة. ليه؟ عشان مش عاجب بقك بيعمل مشاكل. كل ده عشان خاطر تعمل هناك تكلمش. يا لهوة على غيرة الاخوات يا الله. ايوه يا سيدي الناس. ايوه ده شغال. قولي لي يا مرايا يا سيدي الناس. مش عارف ما نقدرش نزعلك. هلو مبسوط بمكاني؟ اتفضلي. مبسوط في مكاني؟ ايه ده؟ ثانية ده مكان الرجالة. ده مكان النسوان اللي انت قاعد فيه. بالظبط. سلم عليا. وده لا يا الليمون صاحبي جرجس بفتي حطه هنا يبقى ايدك ما تمدش عليه وهو هنا. ده شيبس. ده وانتد حكم للعدالة. شيبس اسمه كده. وعشان نكملها ده بقى صوص مطلوب للعدالة. انت عايز تكملها لايه؟ للاخرة؟ لا قول انا معاك يعني. بس انا هفهمك حاجة. انا كنت قاعدة مكانك كنت كل رجولة وكلب وعملت دباحة. قبل ما تفهميه وتبقي متاكده من كلامك قوي عايزك تاكل دي. دي اكله مش لازم على موضوعنا. هو ريحته حلو. لو احنا الاثنين قدرنا ان احنا ناكل. اتكلم عن نفسك. انا كده كده ما كنت قاعده مكانك كنت قادره. غمز بقى. ايوه بالرجوله. ايوه بالرجوله. ها بدات عينك جاي. اهي جاية هناك اهي. دي فرحة ولا ايه؟ طلع نور ولا ايه؟ ابو الرجولة والله العظيم سبع رجالة في بعض. تعيطش اكبر للاخر. جامد. ايوه مليانة شطة اهي. اغرف مين يخرف؟ انا احب اول ايام الراجل لان هو اخره يعمل راجل. اهي كلها توابل. واحدة اهي مليانة توابل. هدوقها الاول لوحدها وبعد كده هدوقها في زربيح السمنة البلدي ده. وشايفة ايه كلمة زربيح دي؟ ان انا وهي بتدوب بتاع الليمون بتطرقع ضهرها. عارفة لما تجيب دوريتوس بس من غير طعم وتقوم غرزه في ليمون بخل مثلا؟ عيش بليمون. هدوق بقى زربيح السمنة البلدي ده. انا متحمس ليه فعلا. انا خدت عليه قطعة اهي مش عارفة شايفينها ولا لا. اكتر شغال كده؟ شغال عشان انا ست ب 100 راجل. واستنى ها ساندوتش. ماشي استني السرقة معاكي بقى اهو. يلا بص صار انا بتسرق كوره فين؟ جوجو بتاع المعفنه مش من دي فين؟ بجد بشع. كنت لازم اعلي كده. انا عليت عليك وانت عليت عليا وفضلنا ها 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 لحد ما انا بقيت 2 قصاد 1. عايزين جوله حلويات رايقه. ما هو انا مش قادره اثق. استنى مش قادره اثق فيك ان هي تبقى حلويات رايقه. لا 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 استنى. انا حر ولا حامض؟ يلا يا عم الحاج انت ناقصين لمخه في الكلام. لا انت حر زي ما انت. مش مشكله. لا ما ترقصيش قوي. الصدمه جايه دي. انا خدت الصدمه ده. انا ولا هو بوز الكوري. شايف السوداني الاحمر ده؟ ده التيكل الهوت نوت. لخبط الاثنين. لا دول سناكس براحتك. كل واحد لوحده سناكس رايقه من كتر روقانها.
اصعب ثلاث صوصات في العالم معمول لهم ميكس. ريحتها واصله لحد هنا. طب وانا حاجتي فين؟ انا فاضيه جامد برجوله. لا 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 جامد جامد. لا لا ادوق الاول ادوق الاول عشان اتحسر وباكل اكلها ما تدخلهاش حاجه. ما تقولي لا يا حبيبتي سمعناك خطبوا بقى مننا شويه وتقولوا ايه يا بابا يا لا يا بنتي يا اخي المبتدئين في الخطوبه دي بس عشان تعدي. لا خلاص ما ممكن تفاح طاقه يا زي لا جنان الخرطة فكرة ده حرق قوي في الاخر. تباع عجبتي ايوه تغمز اكتر ايوه خد اتنين مع بعض ايوه خلصان ماشي تيجي انت يلا. ده انت عملت شاندوش يا بوي ايه انت قلت ده كام صوص على بعض؟ حر تلات صوصات في العالم. او ماي جاد هتموت انا لك المستشفى مش هخليها تتجوز غيرك ده مال غسيل بامان. بص وشه عامل ازاي. انا جامد ثانية معلش مش كفايه مش كفايه لازم حاجه تغسل اللي بينزل. قولي انا جامد طول عمري خش لك انا متجول بس الصور بتاعه دي حمرا بشكل يلا سبع بقك انا تني مجنح ما اقدرش استحملها احسن استاهل ليه طبق الناس اللي مش عارفين ده ثلاث انواع جل من اكتر انواع الحمضه. جل شويه ده غير الشعر اللي مطلع في الديسكو شوف شوف وده معجون سنان بس بيتاكل. طب هما ازاي ايه القرف ده ايش هذا الجرف. ايوه صح يا هو اصلا مش بيطلع هيطلع فاضي 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 بايظ بايظ. لا مش بايظ بايظ نشوف غيره بايظ بجد ما بتطلعش اهو يا جماعه طلعنا ايه حته. انا حاسه هكون معجون سنان. ما هو معجون سنان بس بيتاكل. لا 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 حلو في ابداع كده كنا بناكلها واحنا صغيرين شباب بتاعنا بس هي مش قوي. ده نفس لسان الافعى اللي بتقعد تقع ما بين انا تعبان. نخش على السوبر جيلي هدوقها هدوقها ماشي. عذرا لبشاعه المنظر وحشه بجد على فكره حلوه انا ما دوقتهاش بس انا جامد بقدر على اي حاجه عادي. بقول لكم يا جماعه 100 مره ما نصورش مع نانا ونجيب رجاله. عارف لما تبقى فراوله بس لسه خضره ما استويتش تبقى مززه قوي زي القوطه كده هي دي. ده لونه اخضر وليه طعم حلو برضو جسم قفع جسم طبعا نفس التفاحه الخضراء اللي ما استويتش. هما بيجيبوا تفاح بايظ ولا ايه؟ بلو راسبيري دوقوا ده لو ما كانش هيبقى حامض اوكي هيبقى تحفه. هما ليه منرشمينه؟ ما يتنيلوا يقفلوه عادي. دي وحش؟ احسن الوحشين. الشهاده لله يا الشهاده لله اقصر قصير الشهاده لله اكتر من النسوانين. فتاكه ابعتها طب يا جماعه كده انا ونانا اتعادلنا. انا ثلاثة وانت اتنين. هو انت حسبتي نفسك عشان نحستي كده خلاص؟ انا حضرتك كان عندي ده وكان عندي الثلاثة دول. على فكرة انا ممكن اكل عادي. وعلى فكرة كمان انا ممكن اكل. طب خلاص نقفل الجو يبقى ثلاثة اتنين. احنا كده خلصنا التحدي وللأسف انا اللي كسبت. أول مرة انا تكسب في حياتي. لا 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 أكيد كسبت قبل كده. ما أنا مش جاي هنا أخسر. هو أنا كنت عايز أقول لكم على حاجة. ايه انت مالك محلول؟ هم بيحلووا بعد الخطوبه كده ولا دي ال 400 جنيه اللي دفعتها عند الحلاق وانت بتتلسع؟ بحط الروج. حط الروج صورته زبدك كده صورتك وانت بتحط الروج. ما كنت عايز حاجه ثانيه انا ما صورتهاش. لو التحدي توصل 100,000 لك سلام. بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ انا ببيع اخويا عادي. بص كل مره بتكسبه وبتخسره ما بيبقاش في اي جايزه. فانا المره دي بقى ايه؟ تحديات بعد كده اللي يكسب بياخد جايزه. لا ما كسبش انا 7-8 تحديات مع بعض وما اخدش بلبل يوحد ربنا. مين اللي كسب؟ انت طبعا. ما هي كسبت. طب انا عايزه حق. انا عايزه هديتي بس. لا اكيد اكيد انت كرجس اكيد الايربوز دي فيك. طب ممكن اشوفها؟ انا هطمني يا ابني هي بتاعتي. ممكن تكون فيك والله العظيم انا بفهم. طب افتح انا. لا يا ابني انا كسبت. انا كسبت اسهل 10,000 جنيه عملتي. ما تتفتحي بقى انت كمان. شلتي اللزقه؟ خدي صح. ليه بتبقى عايزه اعضه؟ ليه؟ جرجس ده حالي.
انا كنت بلحق الكتالوج. جماعه دي برشميته ترى كسبت بجد. ايه ده دي برو. بعد كده ما تكلمنيش عشان بقى في فرق طبقات ما بيننا. هو كل ما نحط في ودنه تفاحه بقى فاكر العيشه مرتاحه في ايه؟ لا لا هي اكشلي مرتاحه لان دي ب 10000 جنيه. طب يا جماعه لو حابين نعمل جزء تاني من التحدي ده ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناه وما تنساش تشغل الجرس ونشوفكم كل فيديو جاي. سلام.